زهرة أرملة وأم لثلاثة الوليدات كتجمع بين دورها كأم ومقاولة. هادي 8 سنين وهي كتمشي تخدم كعاملة موسمية في إسبانيا في الفريزة ودارت حانوت في دوارها. مرحبا، أنا زهرة، كنمشي نخدم كل عام في الفريزة في إسبانيا، وهاد الشي عاوني باش ندير حانوت ديال المواد الغذائية. عاونتني لاناباك وبرنامج وفيرة، وبغيت نشارك معكم هاد الخير. القصة ديالي بدات ملي واحد النهار تلاقيت بنت عمي في السوق الأسبوعي، وهي اللي هضرت لي على لاناباك. مشيت للمدينة اللي قريبة ليا واللي فيها الوكالة ديال لاناباك، وتقيدت عندهم باش حتى أنا نمشي نخدم في إسبانيا. الحمد لله اختاروني، وبديت حتى أنا كنمشي ونخدم وندخل مصروف على عائلتي. 5 سنين الأولى كنت ملي كنرجع من إسبانيا ودغيا كنصرف فلوسي، كاع الفلوس اللي كنجيب كيمشيو في المصاريف اللي غدا وكتزاد مع الدراري. وباش نكمل العام كنت ديما كنطلب شي حد من العائلة يخدمني معاه، نربي الغنم ولا نبيع السلعة في السوق الأسبوعي، وديما كنت باغا نجمع غير شي شوية ديال الفلوس باش حتى أنا شي نهار نحل الحانوت ديالي في الدوار. وهذه 3 سنين عيط ليا واحد المستشار من لاناباك باش نحضر في واحد اللقاء اللي نظموا برنامج وفيره للعيالات اللي خدامين في الفريزه وباغين يديروا مشروع ديالهم. ايوا هضرت ليهم على المشروع ديالي، والحمد لله اختاروني باش نشارك في البرنامج، وهذه كانت مرحله مهمه في المشروع ديالي. قبل ما نرجعوا لاسبانيا استفدنا من 3 ايام ديال التكوين. في الاول الصراحه كنت خايفه حيت انا ما قارياش، ولكن داك التكوين داره لينا غاب الالعاب والمناقشه والقصص، وقدرت نفهم كل شيء، وتعلمت كيفاش نحدد مزيان الفكرة ديال المشروع ديالي، وكيفاش نشير شوية ديال الفلوس باش نطور المشروع ديالي، وكيفاش نفرق ما بين المصروف ديال العائلة والمصروف ديال المشروع، وتعلمت حتى كيفاش نسير مزيان الحانوت ديالي. والصراحة بقاو متبعينا حتى ملي رجعنا لإسبانيا، وخا المسافة كوبيراتيف داروا لنا أنشطة واجتماعات مع عيالات مقاولات من إسبانيا، وزدنا تعلمنا بزاف ديال الحوايج حيت جابوا لينا مترجمين كيشرحوا لينا بالدارجة، وهذا الشيء سهل علينا نهضروا بيناتنا. وكنا ديما كنصحوا بعضياتنا وكنتناقشوا في الواتساب، والبرنامج ديال وفيره كانوا كيصيفطوا لينا فيديوهات وكيصيفطوا لنا تسجيلات ديال الصوت، وهذا الشيء كله عاوننا باش حسننا المشاريع ديالنا وعاوننا في التسيير ديالها. والصراحه كون ما بقاوش متبعيننا ديما راه ما كناش غننجحوا في المشاريع ديالنا. وملي رجعت للمغرب شاركت في دورات تدريبيه اخرى عاونتني بزاف في المشروع ديالي. تعلمت كيفاش نحدد الكليان والفورنيسورات ديالي، وكيفاش نحسب التكاليف، وكيفاش نحط الثمن، ونفهم كاع داكشي ديال القانون اللي خاص بالمشروع ديالي، وتعلمت حتى كيفاش نقلب على منين نجيب تمويل للمشروع ديالي. صراحة لاناباك بقات ديما متبعانا، وانا درت بطاقات المقاول الذاتي وحليت الحانوت ديالي، وبنتي اللي كبرت دابا كتعاوني في الحانوت. وبديك البطاقة ديال المقاول الذاتي كنقدر نستافد من بزاف ديال الحوايج مزيانين، بحال مساعدات اخرين في التمويل، بحال الحماية الاجتماعية ليا ولعائلتي. وبطبيعة الحال بنادم ما حدو كيخدم ما حدو كيتعلم، في الاول كنت تالفة وما عارفاش كيفاش نسجر الميزانية ديال الحانوت، ولا شنو خاصني ندير، ولا منين نبدا، وشي كليان تاهما الله يهديهم كانوا يشتروا من عندي بالكريدي وما يخلصونيش، وما كنتش نعرف كيفاش نقلب على الكليان جداد. والحمد لله دابا المستشار ديال لاناباك عاوني، وبديت كنتعلم مزيان كيفاش ندير، وحتى بنتي دابا كتعاوني في المحاسبة، وكدير ليا الإشهار في الواتساب، وكتوصل ليا السلعة حتى للديور. وملي كنمشي لإسبانيا بنتي اللي كتكلف بالحانوت، ولكن كنبقى ديما على اتصال معاها وحتى مع الجروب ديال الكليان اللي في الواتساب، وهذا الشيء كيزيد يقوي العلاقه ديالنا مزيان وكيخليني مرتاحه على الحانوت. ملي كنشوف فين وصلت دابا وكنشوف هذا الرزيق اللي ولا عندي كنفتخر براسي، كنحس براسي عندي الزهر حيت قدرت نستافد من التكوين والتتبع اللي موالم مع المشروع اللي درت. انا من العربيه وكنمشي كل عام نخدم مده في اسبانيا ونرجع، وهذا الشيء عاوني بزاف. دابا وليت كنفكر كمقاوله وكنقلب ديما كيفاش نطور مشروعي باش نضمن مستقبل احسن ليا ولوليداتي. هاد الصباح سمعت باللي كاين برنامج جديد سميتو انا مقاول، كيدعم المقاول الذاتي، غادي نمشي ونتقيد فيه، وحتى بنتي غادي تمشي معايا حيت حتى هي باغا تولي مقاوله. وانت يا اختي ما كتفكريش دابا انه مهم ليك تمشي تشاوري مع اقرب وكالة اناباك باش تعرفي كيفاش يمكن ليك تبداي المشروع ديالك؟